نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. اغتيل أحد قادة المقاومة الإسلامية حسان اللقيس أمام منزله في منطقة الحدث على أطراف الضاحية الجنوبية، وهو أب لشهيد في المقاومة خلال حرب تموز عام 2006، وقد اتهم حزب الله الكيان الإسرائيلي بالوقوف وراء الجريمة. هنا كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكان ما من الضاحية الجنوبية لبيروت متحدثا عن الصراع الدائري في المنطقة. في قرار على مستوى بعض الدول الكبرى في العالم، بالدرجة الأولى أمريكا، بريطانيا، فرنسا، دول أخرى. وهنا على بعد مسافة ما كانت أصابع الإرهاب تغتال تحت جنح الظلام أحد مسؤولي المقاومة الإسلامية حسان اللقيس عند الأطراف الشرقية للضاحية الجنوبية. معلومات تحدثت أن جريمة الاغتيال تمت بخمس رصاصات عيار 9 مليمتر من مسدس كاتم للصوت نفذها ثلاثة أشخاص مجهولين كمنوا للشهيد في موقف السيارات. وتضيف المصادر أن إحدى محاولات الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الشهيد كانت بطائرة من دون طيار قرب الضاحية الجنوبية خلال حرب تموز 2006، وهو أيضا والد أحد شهداء المقاومة خلال هذه الحرب. المقاومة الإسلامية في لبنان أوضحت في بيان لها أن جريمة الاغتيال تمت إثر عودة الشهيد اللقيس إلى منزله الليلة الماضية في منطقة الحدث، واتهمت الكيان الإسرائيلي بالوقوف وراءها، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي حاول مرات عديدة وفي أكثر من منطقة النيل من الشهيد، وحملت المقاومة العدو المسؤولية الكاملة وجميع تبعات الاستهداف المتكرر لقادة المقاومة وكوادرها في لبنان. اتهام المقاومة الإسلامية للكيان الإسرائيلي أكده تهاوي شبكات العملاء التي فككتها المقاومة والأجهزة الأمنية واعترافات جواسيسها بتورطهم في استهداف كوادر المقاومة الإسلامية في لبنان، لأن جريمة الاغتيال ليست الأولى من نوعها وقد لا تكون الأخيرة في مسلسل المواجهة المفتوحة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، لكنها تطرح أكثر من علامة استفهام حول التوقيت والمخطط والمنفذ، خصوصا وأن الساحة اللبنانية شهدت عدة اغتيالات لكوادر في المقاومة. ففي تموز يوليو من عام 2004 اغتالت مجموعات مرتبطة بالموساد الإسرائيلي غالب عوالي بتفجير سيارته عن بعد في حي معوط بالضاحية الجنوبية، وكان سبق للكيان الإسرائيلي أن اغتال قبل ذلك بعام أحد كوادر المقاومة أيضا، وهو الشهيد علي حسين صالح، وبنفس الطريقة أيضا وفي نفس المنطقة تقريبا. وتنضم إلينا مراسلتنا من بيروت فاطمة عوادة تطلعنا على تفاصيل أكثر حول عملية الاغتيال. تفضلي فاطمة. يعني عبير، نحن هنا متواجدين في الموقف الذي ركن فيه الشهيد سيارته لآخر مرة ليل أمس قبل أن يتم اغتياله هنا في منزله. هو مباشرة يبدو أنه بعدما دخل من بوابة الموقف هو كان هناك من يترصد له، وبالتالي تمت عملية الاغتيال مباشرة. طبعا حتى الساعة المعلومات تشير إلى وجود ما بين 3 إلى 4 أشخاص هم الذين كمنوا له وقاموا اغتياله مباشرة لدى عملية إيقافه لسيارته الخاصة. يبدو أنه كان مراقبا خاضعا لمراقبة أمنية، والعملية كانت عملية أمنية محكمة على درجة عالية. وقد يبدو أن الذين نفذوا هذه العملية قد استفادوا من نوع من الخرق الأمني الموجود نتيجة فتحة موجودة إلى جانب المبنى وقاموا بتنفيذ هذه العملية، لكن نتيجة إلى أن الشهيد القائد هو كان أحد قياديين كبار في حزب الله، كان خاضع يعني هو لم يكن معروف من قبل كثيرين، وبالتالي كان يعتمد على هذا الموضوع هو أنه غير معروف، وبالتالي حتى كل المتواجدين هنا في المبنى لم يكن يعرفون أنهم هنا متواجدين، متواجد بينهم أحد الشخصيات الهامة في حزب الله إلى هذه الدرجة. لكن عملية المراقبة الدقيقة له، عملية المراقبة والمتابعة هي قامت بهذا
هي أدت إلى تنفيذ هذه العملية. قاموا باغتياله بخمس طلقات هي وجدت في جسده، هناك في رقبته وفي جسمه. لكن أود أن أشير عبير إلى أن هذه العملية التي أدت إلى يعني استشهاد هذا القائد في حزب الله هي العملية الثالثة التي يعني والتي نجح فيها، كما قال حزب الله أن الكيان الإسرائيلي هو من يتهمه بشكل مباشر بتنفيذ هذه العملية. هم كانوا استهدفوه في عام 2006 لمرتين متتاليتين، تمت عملية الاستهداف الأولى له في منزلها الكائن في منطقة الشياح وعند في خلال عدوان تموز في العام 2006، وفي تلك العملية استشهد نجله وهو في العشرينيات من عمره. وعملية ثانية تعرض لها بعد أيام من هذه العملية، أيضا تعرض إلى عملية اغتيال ثانية لكنها فشلت. هذه العملية الثالثة لكن منفذوه نجحوا هذه المرة في اغتياله عبر كاتم للصوت في موقف المبنى حيث يسكن هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت. شكرا لك مراسلتنا فاطمة عوادة، كنت معنا من الضاحية الجنوبية لبيروت. وليس بعيدا عن ذلك، اتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المخابرات السعودية بالوقوف وراء التفجير المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت الشهر الماضي وتبنته جماعة مرتبطة بالقاعدة. وقال السيد نصر الله في لقاء تلفزيوني أن تفجير السفارة له علاقة بالغضب السعودي من إيران، لأن المملكة تحمل إيران تبعات فشل المشاريع السعودية في المنطقة لا سيما في سوريا حيث تدعم الرياض الجماعات المسلحة هناك. وأشار السيد نصر الله إلى ارتباط التنظيمات المشابهة لكتائب عبد الله عزام التي تبنت التفجير بالمخابرات السعودية. وفي مجموعات من هذا النوع تحمل فكر القاعدة، جماعات موجودة لها هياكل موجودة، وخصوصا اللي قادتهم سعوديين هن على صلة بالمخابرات السعودية. وتفجير السفارة له علاقة بهذا الصراع، له علاقة بالغضب السعودي من إيران بسبب الفشل. والمملكة العربية السعودية بإدارتها السياسية خطأها وين؟ أنها تحمل إيران تبعات فشل مشاريعها هي، يعني المشاريع السعودية بالمنطقة. تفجير السفارة إذا بتقلي بالمعلومات وقلك نحن نصدق بعد كشف الشخصية الانتحاريين، نصدق البيان اللي طلع وتبني كتائب عبد الله عزام للعملية. ما بتقلي هلأ مين الجهة التي تقف خلف الانتحاريين والعملية في السفارة؟ بقلك كتائب عبد الله عزام. والمخابرات السعودية هي تدير هذا النوع من الجماعات في أكثر من مكان في العالم. السيد نصر الله أكد أن السعودية وحدها من ترفض أي حل سياسي في سوريا وتصر على القتال لإفشال مؤتمر جنيف 2، وأشار إلى أن المراهنة على سقوط النظام السوري أثبتت فشلها وأن القوى الغربية بدأت ترسل مفاديها إلى دمشق. العالم بده يروح على حل سياسي. اليوم لما تحدد جنيف 2 22 كانون تاني بعد في عقدة أساسية، المملكة العربية السعودية لعل الآن من بين الدول الإقليمية بحسب معلوماتي، وأنا بعرف من الدول العربية ومن دول أوروبية مين فاتح خط مع النظام، مين بعت مندوبين على دمشق، أغلب الدول الأوروبية كله عم يرجع يعيد حساباته، عم يرجع يفتح خطوط، بتبلش أمنيا تصل دبلوماسيا في مرحلة لاحقة. نعم أنا بقول لك المملكة العربية السعودية ما زالت مصرة على القتال حتى آخر طلقة وآخر نفس وآخر قطرة دم. كما أكد السيد نصر الله أنه استقبل في الأيام الماضية موفدا قطريا للمرة الأولى منذ الخلاف حول الأزمة السورية، وقال إن قطر وصلت إلى مكان يمكن أن تعيد النظر في كل مواقفها بالمنطقة. أنا في يقول يعني بلش حكي بينه وبين القطريين، بس إنه في اتفاقات في شيء، لا بالنهاية هذا الموضوع ده بده يصير في شيء بيصير بين دولتين، لكن نحن كقوة سياسية كان في خط حكي بيناتنا، رجع هذا الخط انفتح بحدود معينة. هلا قد ايه بيخدم لبنان، بيخدم سوريا، بيخدم العلاقات اللبنانية القطرية، العلاقات العربية، ما في مشكلة. أي رأيه؟
أعلن مندوب سوري لدى مجلس الأمن بشار الجعفري أن الجيش السوري اعتقل 300 مسلح سعودي، وأكد أن جميعهم جاءوا بعلم المخابرات السعودية ومعظمهم محكوم عليهم بالإعدام أو السجن، وأطلق سراحهم مقابل الذهاب لقتل السوريين. دعوات النفير العام إلى سوريا جعلت لا يكاد يمر يوما من دون أن يصل فيه سعودي آخر إلى سوريا بهدف الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية لقتال القوات السورية بدعوى الجهاد، حتى باتت السعودية مصدر هذه الجماعات وخزان منفذي العمليات التفجيرية. بدأوا التوافد على سوريا منذ بداية الأزمة، ولكن على سبيل الاستدعاء الشخصي لبعض رموز القاعدة وشخصيات الرعيل الأول من الأفغان العرب، وذلك لإنشاء خلايا أولية تكون اللبنة الأساسية لبناء تنظيمات إرهابية في سوريا، ومنهم السعودي عبد العزيز العثمان القيادي البارز في جبهة النصرة، والذي قتله الجيش السوري مع قياديين آخرين، وآخرهم مطلق المطلق نجل مدير إدارة شؤون الضباط في الحرس الملكي السعودي الذي قتل قبل أيام. وتيرة نفير السعوديين، والتي بدأت تنتشر في أوساط الطبقة الوسطى وطبقة ما تحت طبقة الأمراء من دعاة وضباط وأساتذة جامعات كالشيخ عبد الإله المحسني، ازدادت بعد الإعلان عن تأسيس ما يسمى بجبهة النصرة والبدء بتنفيذ عملياتها، لتصل قوافل الإرهابيين بشكل مستمر وشبه منتظم عبر الحدود التركية وصولا إلى مقر كتيبة صقور العز في جبال اللاذقية، ومنها يجري الالتحاق إما بالجبهة أو البقاء في الكتيبة. ذلك الانتقال السهل للإرهابيين من السعودية ودخولهم الأراضي السورية دليل على تسهيل الاستخبارات السعودية ذلك، بل ودعمها لهم بإصدار العفو عن الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن لفترات طويلة مقابل الذهاب إلى سوريا وقتل السوريين، والسماح للممنوعين من السفر بالتوجه إلى سوريا. تورط أجهزة مخابرات سعودية وشخصيات سعودية بعينها في عمليات التمويل والتسليح. السعودية بعد أن وصلت هي بذاتها إلى حد التصريح والإعلان المباشر عن نيتها بالحرب على دمشق. هذا ما أكده مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الأمن، حين أعلن أن الجيش السوري اعتقل 300 مسلح سعودي وقتل الآلاف من الإرهابيين في عملياته الأخيرة، مؤكدا أن جميع المسلحين السعوديين جاءوا بعلم مخابرات بلادهم حيث يدخلون سوريا عبر الحدود مع الأردن ولبنان. الجعفري شدد على تورط الحكومات السعودية والقطرية والتركية بدعم الإرهابيين في سوريا ودول الخليج الفارسي عبر المنح والتبرعات، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية ليست معارضة وإنما عصابات إجرامية ترعاها حكومات أجنبية. رئيس أركان ما يسمى بالجيش الحر اللواء سليم إدريس أكد أن هناك أكثر من 5000 أجنبي يقاتلون في صفوف داعش التابعة لتنظيم القاعدة، معلنا استعداد قواته للقتال إلى جانب النظام السوري ضدها. وحذر إدريس في الوقت نفسه من أن مسلحي داعش يشكلون خطرا على مستقبل سوريا. ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن إدريس قوله إن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة لم يعد شرطا مسبقا لمشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف 2، ويمكن أن يعقب المفاوضات. في هذه الأثناء يزور رئيس الاستخبارات العامة السعودية بندر بن سلطان العاصمة الروسية موسكو، وقال المتحدث باسم الكرملين أنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه الوضع في سوريا والاستعدادات لعقد مؤتمر جنيف 2 والتطور الإيجابي للجهود الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، كما تناول الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك. كشف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الجيش السوري أسر 300 مسلح سعودي وقتل آلاف المسلحين في الهجمات الأخيرة، مشيرا إلى أن جميع السعوديين الذين جاءوا إلى سوريا قدموا بعلم الاستخبارات السعودية. واتهم الجعفري قطر والسعودية وتركيا بدعم الإرهاب على مستوى حكومي، وقال إن منظمات في دول أخرى كالإمارات والكويت والبحرين تقدم الدعم إلى المسلحين. جاء ذلك على هامش جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.
جلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث المأساة الإنسانية السورية. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكدت للأعضاء أن الحكومة السورية سمحت بدخول 9 قوافل بدلا من 3، وبدأت المساعدات تصل عبر الحدود العراقية والأردنية واللبنانية، وسهلت تأشيرات الدخول، لكنها أكدت أن مئات الآلاف ما يزالون تحت الحصار. الحكومة السورية أشارت إلى أنها ستمنح 50 تأشيرة دخول، وهذه التأشيرات تصدر حاليا، ولقد منحتنا 3 مراكز ترانزيت لإيصال المساعدات داخل سوريا. مندوب سوريا أعلن أن بلاده سهلت عبور المعونات من 6 معابر مختلفة، وكشف أن دعم الأمم المتحدة يمثل ربع ما يتم توزيعه في سوريا، بينما تلبي الحكومة الأرباع 3 الأخرى رغم الحصار. واتهم الجعفري السعودية بإرسال آلاف الإرهابيين السعوديين، وكشف عن اعتقال 300 منهم وقتل آلاف السعوديين أخيرا بعد تكثيف المخابرات السعودية نشاطها ضد سوريا. جميع السعوديين الذين قدموا إلى سوريا قدموا بعلم المخابرات السعودية، عدد كبير منهم كان محكوما إما بالإعدام أو بمدة طويلة، وكان مسجونا في السجون السعودية وأطلق سراحه مقابل أن يذهب للجهاد في سوريا لقتل السوريين. الجميع إذن ينتظر التحرك السياسي من أجل عقد جنيف 2، ولا يبدو أن أحدا يريد تعكير الإجماع السائد داخل مجلس الأمن الدولي بطرح قرارات جديدة، فالأزمة سياسية وحلها لابد أن يكون سياسيا. عدد من سفراء الدول العربية يستعد لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة الإنسانية السورية، مشروع لا يحظى بدعم الكثير من الدول الأعضاء في المجلس التي تفضل أن تعزز الحوار عبر جنيف 2. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. نفى رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس في مقابلة تلفزيونية استعداد مقاتلي المعارضة للقتال إلى جانب الجيش السوري لطرد القاعدة من البلاد. وكانت صحيفة تايمز البريطانية قد نقلت عن إدريس استعداده لمثل هذا القتال، مشيرا إلى أن 3 اتجاهات تتصارع على أرض المعركة في سوريا هي السلطة والحكومة والجماعات المتشددة المرتبطة بالقاعدة. وأشارت إلى أن إدريس خفف من مطالبه قبل انعقاد مؤتمر جنيف، قائلا إن تنحي رئيس الأسد عن السلطة لم يعد شرطا مسبقا ويمكن أن يلي المفاوضات. الدور السعودي في سوريا ومؤتمر جنيف 2 كان في صلب محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات العامة السعودية. مصادر للميادين قالت إن مشاورات بندر بن سلطان في روسيا أظهرت اختلافا في وجهات النظر بين موسكو والرياض في الشأنين الإيراني والسوري. الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن اللقاء تناول الوضع في سوريا بشكل مفصل، إضافة إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا هو اللقاء الثاني بين الطرفين منذ تموز يوليو الماضي. ميدانيا استهدف الجيش السوري تجمعات لمسلحي جبهة النصرة في أحياء مختلفة من دير الزور، منها حي مساكن الحزب وحي الحويقة وحي الرشدية، كما دمر سيارة تحمل مدفع هاون ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين بحسب مصدر عسكري سوري. انتقد الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر عباس شومان إساءة القرضاوي إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب في رسالته، وقال شومان إنه لم تصل إلى هيئة كبار العلماء أي استقالات من الشيخ يوسف القرضاوي، مضيفا أن هناك مطالبات عديدة من فترات طويلة باستبعاد القرضاوي من هيئة كبار العلماء، وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية للرد على القرضاوي عند انعقاد الجلسة المقبلة للهيئة. وفي حلب استهدف الجيش السوري مواقع لداعش قرب المحطة الحرارية شرقي المدينة على طريق الرقة. أما في شمال حلب فشهد محيط مستشفى الكندي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة، فيما استهدف مسلحو جبهة النصرة المشفى بعربة مفخخة. وفي منطقة الفرقان سقط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح عقب سقوط 3 قذائف أطلقها مقاتلو المعارضة. حث
اتهمت الولايات المتحدة كل الأطراف في سوريا على عدم تدنيس دور العبادة وتفادي وقوع ضحايا مدنيين. نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف قالت إن لدى أمريكا تقارير ومعلومات عن 12 راهبة أخرجن بالقوة من ديرهن في بلدة معلولة السورية، وتحاول الحصول على مزيد من التفاصيل رافضة الإفصاح عن أي معلومات أخرى. وشددت هارف أن أمريكا تدين الهجمات التي تستهدف المدنيين أيا كان المنفذ. بدوره وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان نداء من أجل الإفراج عن الراهبات 12 اللواتي اختطفن في بلدة معلولة في سوريا. البابا فرانسيس وخلال اللقاء العام في ساحة القديس بطرس دعا للصلاة من أجل الراهبات وجميع الأشخاص الذين خطفوا بسبب النزاع في سوريا، كما دعا إلى مواصلة الصلاة والعمل معا من أجل السلام. هنا حيث كانت وحدها أصوات أجراس الكنائس وهمسات المصلين ما يخترق سكون هذه الصخور المقدسة، بات صوت الموت لا يلبث أن يتلاشى بين البيوت المعلقة والمحفورة بين الجبال حتى يباغت صداه أبناء المنطقة. معلولة، هذه المنطقة التي تقبع على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر لتشرف من علوها على مكان عمره بعمر التاريخ، تمكن عناصر من المسلحين من الدخول إليها بعدما ألقوا إطارات محشوة بالمتفجرات على عدد من مراكز الجيش السوري. مسلح جبهة النصرة وجبهة القلمون الذين فروا من قارة ودير عطية متجهين إلى النبك ويبرود تسللوا إلى معلولة بعد معارك دامت أياماً مع الجيش السوري. المسلحون سيطروا على القسم القديم من هذه المنطقة التي تبعد نحو 55 كيلومترا عن دمشق. دير مرتقلة الأرثوذكسي الذي لم يعتد إلى لغة السيد المسيح الآرامية التي يتكلم بها معظم سكان المنطقة اخترقت لغة العنف جدرانه. مسلح المعارضة دخلوا الدير واختطفوا 12 راهبة بينهن رئيسة الدير بلاجيا سياف. إذاعة الفاتيكان ذكرت أن الراهبات أخرجن بالقوة من ديرهن واقتدنا إلى الشمال نحو يبرود. ونحن الآن داخل مدينة معلولة. هي ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المسلحون ثانية المدن المقدسة بعد القدس الشريف، ففي شهر سبتمبر أيلول الماضي هجم مسلحون معارضون البلدة حيث أحرق عدد من الكنائس والمنازل. أكد مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء والجولان ولبنان التمسك بالسيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي بكل أشكاله. وفي بيان عقب اجتماعا في السويداء أكد المجتمعون أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوقف نزيف الدم في سوريا، وجرى الاجتماع بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال رسلان. وأعيان البلاد في جبل العرب. أما وبعد فأترك لعطوف السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي بكل أشكاله وألوانه، ووحدتنا الوطنية غاية سامية وهدف مقدس لا نسمح بالعبث في مكوناته وفي تلاوينه، لأنها الغنى والثراء لنا جميعا عبر العصور. ثانيا، الالتفاف حول القيادة الحكيمة لسيادة أخي الرئيس الدكتور بشار الأسد والجيش العربي السوري المكافح ضد المؤامرات الرامية لتدمير سوريا من الداخل وتعطيل قدراتها خدمة للكيان الصهيوني وأدواته الرخيصة فكرا وانتماء. ثالثا، القضية الفلسطينية هي محور الصراع العربي الصهيوني وتحرير الجولان الحبيب وعودته للوطن الأم سوريا من أقدس واجباتنا الوطنية والقومية وواجباتنا الدينية. رابعا، إن المعركة المصيرية التي تخوضها سوريا ضد مؤامرات التمزيق ومؤامرات التقسيم الطائفي المذهبي البغيض لتصفية الوجود القومي العربي هي معركة الأحرار والشرفاء المخلصين. أما الآن فإلى أخبار اقتصاد سوريا مع الزميلة أليسا ركرة. لك أليسا. شكرا دينا.
أهلا بكم. اتفقت سوريا مع إيران على إعادة تأهيل طائرتين وبناء 5 صوامع قمح واستجار حاجة البلاد من المشتقات النفطية، وذلك على قاعدة توسيع التجارة بين الجانبين وفتح مجالات التعاون المشترك. رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أكد على تفعيل الخط الائتماني بين البلدين بهدف استمرار انسياب السلع وجميع مستلزمات القطاع الكهربائي. يشار إلى أن بنك تنمية الصادرات الإيراني وافق على تبويل عقود توريد مواد وتجهيزات لشبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في سوريا. وضعت شركة محروقات العامة في سوريا خططا لتأمين وصول مادة البنزين إلى محطات التوزيع، حيث حصلت المحطات على 3 ملايين لتر من البنزين في الأيام 3 الماضية. وأكد المدير العام لشركة المحروقات على أهمية التنسيق مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسهيل مراقبة عمل المحطات منعا لحدوث أي تلاعب في عملية البيع. وكانت محطات الوقود قد تعرضت لضغط كبير في الفترة السابقة، ما أدى إلى انقطاع بعض أنواع المحروقات لفترات محدودة. تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا على إعداد مشاريع قرارات تسمح لصاغة بنقل الذهب إلى الخارج بغية المشاركة في المعارض، ويلزم المشروع صاغة بإعادة قيمة الذهب المباع إلى داخل سوريا أو إعادة وزن الذهب الخام نفسه، حيث يدفع التاجر $100 عن كل كيلوغرام واحد من الذهب المصدر. 17 شهيدا في حلب جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على عدد من الأحياء السكنية، أدى أيضا إلى إصابة نحو 30 آخرين، 9 منهم في حال الخطر. وكان من بين الشهداء القاضي نصر أحمد مشلح قاضي التحقيق في عدلية حلب. مشاهدينا، نحن الآن في منطقة الفرقان بالقرب من جامع العباس، ورأي تماما دوار الباسل كما تتابعون معي. هذا هو جامع العباس إلى يساري ودوار الباسل. هذا المكان السكني استهدفته العصابات الإرهابية المسلحة بقذيفتين صاروخيتين سقطت في أماكن مختلفة، ألحقت أضرار كبيرة بالمكان. أولا هي الأضرار البشرية، أدى إلى استشهاد طبعا الحصيلة الأولية 20 شهيد من المواطنين سقطوا في هذا المكان. تابعوا حجم الدمار الذي خلفته هذه الصواريخ. طبعا السيارات، العديد من السيارات الموجودة، كما قلت هذه منطقة سكنية، هناك محال تجارية، هناك كما قلت أيضا دور العبادة، هنا جامع. هذا هو مكان القذيفة الثانية التي سقطت. طبعا هناك أطفال كانوا بهذا الوقت قد خرجوا من المدرسة. أيضا لاحظوا أثار الدماء وأشلاء المواطنين. هناك العديد من الجرحى أيضا سقطوا، إضافة إلى الشهداء الذين استشهدوا في هذا المكان. لن ننسى وستتحرر سوريا من دناس العصابات الإرهابية ومن دناس الإرهاب التكفيري ومن الوهابية المقيتة التي أتت على سوريا. وكل إرهابي أتى من كل أنحاء الأرض سوف ينال جزاءه وسوف يكون تحت أقدام الجيش العربي السوري. لا أجد كلمة أتحدث بها. هذا هي حرية، هي الإنسانية، هي الأخلاق، أي دين، أي دين بيرضى شباب أبرياء ونساء وأطفال ماشيين بالشوارع ناسين رايحين على أعمالهم، رايحين على التسوق، يموتوا عشرات الأشخاص وينجرحوا. جيت ناخذ بنتي من المدرسة وصار الانفجار هذا. والله الحمد لله شفنا فصل الله يكسر الحمد لله. باخذ الدرس ومن صار يضربوا 3-4 قذائف، الباب تبع المدير كله فتح، الخشب كله فتح. هذا على المدرسة؟ ايه هلا حتى هلا جاب ابو صرفني. لا كل اللي طبعا المدار الله لا يوفقهم. ايش يعني بلاد مدرسة طلعاني؟ طب ايش واحد يستعي؟ الله لا يوفقهم. راحوا كل رفاقي، راحوا جاء اكثر من 15 واحد، راحوا شي 3 واحد اسعفنا اسعفوا وراحوا. في 4 من 4 مشطحين بالأراضي. هذه الحافلة هي خاصة لنقل الطلاب كما تتبعون مدرسة العلماء الصغار الخاصة، كما أيضا استهدفتها هذه العصابات وتضررت جراء
هذا هذه الصواريخ. كما قلت هناك العديد من الأطفال الذين خرجوا من المدرسة أيضا استهدفتهم هذه العصابات بالقذائف لها ونقلوا جميعا إلى المشفى. وهناك أيضا كما قلت حوالي 20 شهيد كحصيلة أولية سقطوا في هذا المكان. قذائف الهون التي ترسلها العصابات الإرهابية المسلحة إلى مدينة حلب وأهلها، ما هو إلا تعبير عن يأسها بسبب الضربات القوية والقاسية التي تتلقاها من الجيش العربي السوري، ولكنها لن تستطيع أن تثني عزيمة أهل مدينة حلب والجيش العربي السوري عن تخليص هذه المدينة من الإرهاب. وجه البابا فرانسيس الأول نداء من أجل الراهبات اللواتي قام مسلحون بخطفهن في بلدة معلولة شمال سوريا، ومن أجل كل الأشخاص الذين خطفوا في البلاد. وخلال اللقاء العام في ساحة القديس بطرس تحدث البابا عن مصير راهبات دير مرتقلة اللواتي تم اقتيادهن بالقوة من قبل رجال المسلحين. يا رب القوات كن معنا، فإنه ليس لنا في الأحزان معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. زار وفد تضامني من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد عبد الستار السيد عددا من الكنائس في دمشق، وشملت الجولة الكنيسة المريمية وكاتدرائية سيدة النياح في حارة الزيتون وكاتدرائية السوريان الأرثوذكس. أعضاء الوفد عبروا خلال الجولة عن رفضهم للأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة باستهداف دور العبادة واستنكارهم الشديد لعملية الاختطاف لراهبات دير مرتقلة في معلولة. وزير الأوقاف أكد أن نهج الاعتدال والنموذج السوري للإخاء الإسلامي المسيحي يصونان الوطن من كل الأخطار، وأن سوريا ستبقى دائما منارة للأمم في تعزيز روح التآخي الديني، وأن وعي أبنائها سيظل الضامن الأكبر لخروجها منتصرة في مواجهة الفتن والمؤامرات. السادة العلماء في دمشق اليوم هبوا لزيارة الكنائس، جميع الكنائس، للسادة المطارنة والمطاركة في سوريا، تعبيرا ليس فقط عن الأسى والحزن على ما يجري في معلولة من هجمة تكفيرية واختطاف الراهبات الكريمات وما يتعرض له وما تتعرض له الكنائس ودور العبادة والمساجد والصلبان والمقامات وكل المؤسسات الدينية في بلدنا من اعتداء تكفيري إرهابي وهابي. فكانت هذه الوقفة تضامنية لمعظم علماء دمشق إلى هذه الكنائس، نعطي رسالة للعالم جميعا ولنحمل المسؤولية عما يجري من استهداف لدور العبادة وللمقدسات الإسلامية والمسيحية لتلك الدول التي تسلح وتؤوي وتمول الإرهابيين وترسلهم إلى سوريا لاستهداف سوريا. أنا أؤكد، لن أزيد على كلام سيادتكم، أؤكد أننا كمسيحيين من هذه الأرض وفي هذه الأرض ولهذه الأرض، نحن سنبقى متجذرين في ترابنا، تراب بلدنا، ولن نغادر. إلى ريف حمص الشرقي، حيث دمرت وحدة من الجيش معسكرا لتدريب الإرهابيين في جبل كحلة جنوب غرب البصيرة بريف تدمر. وفي مدينة حماس تشهد 3 أطفال جراء تفجيرا إرهابيا بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين شارع بلال وكراج الانطلاق. هو الإرهاب يتوزع ليتنقل عبر طرق وأساليب مختلفة ليحصد حياة أرواح الأبرياء ويوزع الموت والقتل في بيوت وحياة السوريين. إجرام وحقد أعمى لم يسلم منه الصغير قبل الكبير. في حما حالها حال أي منطقة سورية عرفت مرارة الإرهاب. 3 أطفال استشهدوا جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين شارع بلال وكراج الانطلاق. مقرات الإرهابيين وتجمعاتهم كانت هدفا لرجال الجيش العربي السوري ومرما لنيرانهم. جبل كحلة جنوب غرب البصيرة بريف تدمر شهد عمليات نوعية لرجال القوات المسلحة، دمر فيه مقر للإرهابيين. العملية أسفرت عن إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين.
وتدمير السيارات والآليات والخيم بما فيها من أسلحة وذخيرة. طريق حمص تدمر قرب منطقة البيارات الغربية. أراد الإرهابيون عبر عبوات الحقد والشر والتي وزعوها حصد أرواح الأبرياء، لكن الجهات المختصة تمكنت من تفكيك تلك العبوات والتي كانت بوزن 30 كيلوغراما ومعدة للتفجير لاسلكيا. أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف ناقش مع نظيره الأمريكي التحضير لمؤتمر جنيف 2 حول سوريا. وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن اللقاء تم على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس روسيا الناتو في بروكسل. وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا سير عملية إتلاف السلاح الكيميائي السوري. قائد جديد تودعه المقاومة اللبنانية شهيدا. فقد نعت المقاومة الإسلامية القائد الحاج حسان هولو اللقيس واتهمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن الاغتيال، حيث أدانت الحكومة السورية والخارجية الإيرانية جريمة الاغتيال. الزميل نزار الرفيع والمزيد من التفاصيل. السلام عليكم. مجاهد مضح مبدع قائد عاشق للشهادة، هكذا وصف حزب الله القائد الشهيد. فما خاب القائد إلا وأثبت العشق والتضحية. أمس غفى ومنذ أيام ما غفى، كما رثى الحزب الشهيد عماد مغنية أمام منزله اغتالوه والساعة تقارب 12 ليلا. فربما أغاظهم أن السيد حسن نصر الله فرق لهم بين أمانيهم وأحلامهم وبين واقع شهدائه على الأرض السورية، فأعلنوا لحظة غدرهم باغتيال أحد قادة المقاومة المجاهد حسان اللقيس، وأصابع الاتهام بلسان الحزب ثم بلسان أهل المقاومة تقول إسرائيل التي حاولت غير مرة اغتيال الشهيد. خطفت منطقة سان تيريز الحدث الأضواء من طرابلس في لبنان، فقد صوب رصاص الغدر إلى ظهر بندقية المقاومة اللبنانية الموجهة إلى إسرائيل. حزب الله نعى أحد قادة المقاومة الإسلامية حسان هولو اللقيس الذي تعرض وحسب بيان للحزب قرابة الساعة 12 من مساء أمس لعملية اغتيال أمام منزله الكائن في منطقة سان تيريز. البيان أضاف أن الاتهام المباشر يتجه إلى العدو الإسرائيلي حكما، والذي حاول أن ينال من الشهيد مرات عديدة وفي أكثر من منطقة حسب البيان. اتهام لا يرى فيه المراقبون أمرا غريبا، فأن تكون إسرائيل هي القاتل ليس بغريب أو جديد، وتبني بعض المجموعات الإرهابية العملية لا يبعد أصابع الاتهام عن إسرائيل، بل ربما وحسب المراقبين يقطع الشك باليقين. استهداف مقاومة لبنان ومحاولة تفجير الأوضاع الأمنية في بعض مناطقها ووضع السيارات المفخخة ليس إلا محاولات من بعض الأطراف لكسر شوكة المقاومة اللبنانية حسب المراقبين. ليكون الثامن بين قيادات المقاومة بعد سبعة اغتالتهم إسرائيل في عام 84 اغتال الشهيد راغب حرب في بلدة جبشيت، وعام 92 اغتال السيد عباس الموسوي على طريق بلدة تفاحته، وتوالى الشهداء على مر أعوام مضت ليأتي عام 2008 باغتيال الشهيد عماد مغنية. وهذا العام يودعنا الشهيد القائد حسان القيس على أطراف الضاحية الجنوبية وهو عائد من عمله. حزب الله قادته شهداء لن يهزم، هكذا يقول الحزب عن نفسه. المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. نشأت المقاومة الإسلامية كتنظيم عسكري سري لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي اجتاح جنوب لبنان ووصل إلى قلب العاصمة بيروت عام 82. لم تعلن المقاومة عن عملياتها المستقلة إلا في مطلع العام 84، وكانت أولى عملياتها نصف مقر القوات الأمريكية والفرنسية عام 83، وأدت لمقتل 300 جندي أمريكي وفرنسي. توالت بعدها عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكانت أبرز المحطات في تاريخ الحزب نصر عام 2000 إثر دحر القوات الإسرائيلية مهزومة ذليلة من أرض الجنوب، إضافة إلى نصر عام 2006 الذي أعاد للأمة كرامتها، نصر الوعد الصادق الذي أطلقه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.
نظرا لمكانة الحزب ودوره في الصراع العربي الإسرائيلي، تعرض قادته مرارا لمحاولات تحييدهم عن ساحة وميادين مجابهة العدو، ومنها عمليات اغتيال غيبت بعض قادته، بدءا من السيد عباس الموسوي الذي استشهد عام 92 في ذكرى استشهاد الشيخ راغب حرب والذي اغتيل عام 84، ليأتي اغتيال قائد الانتصارين الحاج عماد مغنية عام 2008. ولما يتوقف حقل الصهاينة على قيادات حزب الله، فقد أعلن الحزب في بيان رسمي في الرابع من شهر ديسمبر كانون الأول عام 2013 استشهاد القائد حسان للقيس، ووجه الاتهام المباشر باغتياله إلى العدو الإسرائيلي. وعلى صعيد الإدانة، توجهت الحكومة السورية إدانتها الشديدة واصفة الاغتيال بالعمل الإرهابي الجبان، محملة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة في إطار استهداف جبهة المقاومة التي تتصدى للمشروع الإسرائيلي، بينما نفت إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال القيس. أما لبنانيا فأدان الرؤساء الثلاث مبينين أن الأسلوب إسرائيلي. انتهى ملفنا، نعود إلى ملفات النشرة. الآن مشاهدينا حان موعدكم مع آخر أخبار الاقتصاد وزميلة شارلوت. مساء الخير شارلوت. مساء النور، شكرا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد، ولكن بعد هذا الفاصل. ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس محمد جهاد اللحام تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والمقدرة بنحو 1,390,000,000,000 ليرة سورية، وذلك بزيادة قدرها 7,000,000,000 ليرة عن موازنة العام الماضي. ودعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون خلال جلسة المجلس الحكومة إلى إعادة النظر بالسياسات الضريبية والشروع بإعداد نظام ضريبي عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع حالات التهرب الضريبي، كما طلب باستغلال الموارد المادية والبشرية الكامنة وإعادة توظيفها واستثمارها بالشكل الأمثل لبناء قاعدة اقتصادية متينة. كما أوصت بإصدار قانون جديد للاستملاك وإنجاز المخططات التنظيمية لجميع المناطق واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية. قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إن التيار الكهربائي بدأ يعود تدريجيا إلى المنطقة الجنوبية على أن يعود إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القادمة. وكانت 5 محافظات شهدت انقطاعا عاما في الكهرباء نتيجة عطل في إحدى محطات التحويل بالمنطقة الجنوبية حسب وزارة الكهرباء. ومن جهة أخرى، وقعت الوزارة 4 اتفاقيات مع مجموعة شركات إيرانية بقيمة وصلت إلى 2,500,000,000 ليرة سورية، وتتضمن تجهيزات وقطع تبديلية لإحدى محطات التوليد بهدف إعادة تأهيلها. وزير الكهرباء أكد أن الوزارة سبق ووقعت عدة عقود مع الجانب الإيراني، منها 20 عقدا تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، و4 عقود اليوم مع مجموعة مبنى الإيرانية بهدف توريد القطع التبديلية اللازمة للوزارة. وكشف خميس أن العمل يتم مع الجانب الإيراني بهدف تطوير التعاون ليشمل بناء وتجهيز محطات توليد كهربائية جديدة وتطوير بعض المحطات القائمة ورفع استطاعتها لتلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة الكهربائية. هلا احنا موجودين هون مشان توقيع عقد قطع غيار تبديليه للمحطات السويديه القديمه موجود هنا مشان تحويل هذا الاجهزه الى المحطه السويديه. اليوم حضرنا ووقعنا 3 عقود لتوريد مواد وتجهيزات خاصة بشبكات التوزيع. طبعا هذه المواد ضرورية حتى نستطيع إعادة تأهيل ما تم تخريبه خلال فترة الأزمة. والحقيقة نحن في لا تقتصر اليوم فقط على توقيع العقود، نحن وقعنا سابقا عقود كمان مع الجانب الإيراني بقيمة، العقود السابقة كانت بقيمة 15 مليون يورو، واليوم وقعنا 3 عقود بقيمة 10 مليون يورو. لا، نحن فيما يخص موضوع المؤسس العام لتوليد الكهرباء قمنا بتوقيع عقد ما بين المنشأة العامة لتوليد السويدية وشركة مبنى،
العقد يتضمن في حيثياته طبعا عن توريد قطع تبديلية لازمة لمجموعات توليد السويدية القائمة الحالية. هل القطع التبديلية هي عبارة عن أطقم ريش لزوم نظام الاحتراق، أطقم ريش ثابتة ومتحركة بقيمة بحدود 500 مليون ليرة سورية. أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن الحكومة تعمل على وضع أسس للاستثمار الأخضر من خلال تطبيق المفاهيم البيئية في عملية التنمية المستدامة واعتماد خطط خمسية استثمارية تتماشى مع متطلبات هذه التنمية والحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية. وبيّنت الوزيرة سركيس خلال ندوة أقامتها بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية حول الاستثمار الأخضر أن الوزارة تعمل على لإجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية لافتة إلى التأثيرات البيئية التي تم رصدها خلال الأزمة الراهنة جراء التعديات التي طالت القطاعات الاقتصادية وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة وحياة المواطنين. أعلنت موسكو أنها ستواصل تقديم مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري فيما وصلت إلى مطار اللاذقية طائرة مساعدات روسية وعلى متنها 25 طنا من المواد الغذائية. في لفتة كريمة من الشعب الروسي كما من قبل وصلت إلى مطار اللاذقية طائرة مساعدات روسية على متنها 25 طنا من المواد الغذائية للوقوف مع الشعب السوري في محنته وتعبيرا عن المحبة والمودة التي تربط الشعبين. هذه تعبير عن أنه أنتم لا تقفون وحدكم، نحن معكم، هذا الشعب الروسي معكم أيضا في هذه المحنة، حتى لا تظنوا أن لا أحد معكم، نعم نحن معكم. بدورهما محافظ اللاذقية وأمين فرع الحزب في المحافظة ثمنا الموقف الروسي الثابت تجاه سوريا دولة وشعبا. ونحن نشكر عاليا ونقدر المواقف الإيجابية للشعب الروسي وللحكومة الروسية والسيد الرئيس بوتين في وقوفهم إلى جانب قضيتنا العادلة. هذا الدعم والمثابرة من الشعب الروسي والحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين مشكورا، هذا الكلام كله يصف الإطار الوطني في إطار المحبة والاحترام والنص الكبير الذي نراه قاب قوسين وأدنى إن شاء الله في سوريا. هذه المساعدات مقدمة من الشعب الروسي حكومة وقيادة تحتوي على مواد غذائية، سكر، طحين، كونسروة. وقوف الشعب الروسي إلى جانب نظيره السوري إنما يدل على عمق أواصر الصداقة والمحبة التي تربط الشعبين. أوضح مدير شركة محروقات محمود كارتلي أنه تم تجاوز 70% من الفترة الحرجة التي أدت لحدوث ضغط وازدحام على المحطات في دمشق، لافتا إلى وضع حلول بديلة في تأمين وتسهيل وصول مادة البنزين للغازيات. وأشار كارتلي إلى أن المشكلة في طريقها للانحسار، وخلال أيام قليلة سيعود الوضع مستقرا كما كان، ذاكرا أن المحطات العاملة بدمشق حصلت خلال الأيام الأربعة الماضية على 3,060,000 لتر بنزين، مؤكدا أن الاحتياطي جيد من المادة والعمل حاليا يتم على رفع المخزون الاحتياطي للمنطقة الجنوبية.